صباح الخير، معكم كوتش يوسف كوتش جود. اليوم احنا موضوعنا عن موضوع القوة اللي هو عنصر من عناصر اللياقة البدنية. راح نورجيكم الآن تمارين اللي هي بتزيد من قوة عضلاتنا. الآن معانا منجيب الدامبلز بالشكل الصحيح. منبلش نعمل تمرين بايسبس. منراعي انه نضل نتنفس طول الوقت. شهيق زفير. هذا التمرين احنا على اساسه نحطه من عنصر من عناصر القوة، وعشان يتوافق معانا لازم نعمله بتكرار واحد على 4 جولات نفس الوزن اللي احنا رافعينه. من ضلنا عليه هلا بدنا نعمله 15 تكرار. احنا هيك خلص تمام، بنحطه نعمل ريست. نقدر نعمل ستريتشنج لعضلة البايسبس. طبعا 4 جولات لتمرين البايسبس على نفس الوزن. راح يكون هذا التمرين هو اساس من اساس تمارين القوة لنقوي عضلة البايسبس. بعد ما نقويها كاملة ونتأكد من هذا الموضوع، نقدر احنا بعدها ننتقل للبرنامج الثاني. نرجع هلا نكمل مع بعض. أهم شيء نتأكد من رفعتنا ونزول الوزن بشكل بطيء مش بشكل سريع. هيك احنا بنقدر ننزل الدامبلز، وعلى هذا الأساس احنا بنعمل 4 جولات متتاليات بيناتهم ريست راحة مدة 30 ثانية، وبعد هذول 30 ثانية بنرجع بنكمل الجولة اللي بعدها. هذا كان معنا تمرين لبايسبس. هلا بدنا نورجيكم تمرين اوفر هيد شولدرز اللي هو رفع الدامبلز للأعلى. بنكون قاعدين على ركبتنا بهذا الشكل مع كوتش جود بهاي الطريقة. نرفع الدامبلز، طبعا الوزن هو ما راح يكون كثير، راح يكون وزن خفيف او معتدل. بنرجع كتافنا لورا، اهم شيء استقامه ظهرنا هيك بهذه الطريقه، كتافنا لورا. احنا ما بنضطر انه نفتح ايدنا للاخر عشان سلامه كوعنا. نرفع هيك. ونضل نتنفس. أهم إشي دخول الأكسجين على الجسم، هو هذا اللي بيساعدنا على تدفق الدم. هيك بنعطي بريك ريست. بنقوم دائما بين الجولات يستحسن الواحد يعمل تمارين زي هيك، تحريك الجوينتس، تحريك المفاصل، تحريك العضلات بهذه الطريقة. نتنفس، بنضلنا نتنفس دائما زي ما بنحكي. هلا بنرجع بنعيد نفس التمرين. طبعا كل التمارين اللي حكيتها هلا اربع جولات بنلعبه، واربع جولات احنا هلا بس عم نورجيكم تنتين بتنتين. نفس ما حكينا، راسنا ستريت، كوعنا زي هيك، بنرفع ما بنفتح للاخر، بننزل نزول بطيء. حتى لو كان الوزن أول ما بلشنا حاسينه خفيف، هلأ على الجولة الثانية الثالثة بنحسه صار أثقل وصار اللود أعلى على العضلة. تمام، هلأ بنحط الدامبلز هون، بناخد ريست 30 ثانية، بنحرك حالنا مع آخر تمرين. هلأ بدنا نعمل تمرين اللي هو البلانك. هذا التمرين بشد عضلات الابس، المعدة، عضلات الجلوتس، عضلات الكور كاملة. هلا راح نورجيكم اياه بس يخلصوا 30 ثانية الريست. ها
هلا كوت جو بدنا نعمل تمرين البلانك. بنحط كوعنا بهاي الطريقة. نرفع الحوض. لازم يكون بهذا الشكل. راسنا ستريت دغري. لازم نشد الكور، نشد المعدة، هذا أهم إشي. والتنفس. ما ننسى التنفس لأنه هو أهم إشي. بدنا نضلنا شادين عضلات المعدة، عضلات الكور. نقدر ناخذ ريست. هذا التمرين طبعا دائما الشخص ممكن يبلش فيه، المتدرب يبلش فيه بيعمل 15 ثانية 20 ثانية لا يوصل دقيقة أو دقيقتين وثلاث. فما تستغربوا إنه أنتوا بس تعملوه 20 ثانية، هو تمرين صعب بس من التمارين اللي جدا قوية لتقوية عضلات المعدة. آخر جولة هلا راح نعملها معاكم. تفضل كوت جود. نتنفس، نكون شادين المعدة كمان مرة. بنحكي نكون بهاي الوضعية. والفوت لازم يكون نيوترال، رجلينا على نفس المستوى. هيك أمورنا تمام، نكون خلصنا التمرين. هيك بناخذ ريست، وهيك بنكون خلصنا فقرتنا لليوم مع دنيا. دنيا ونروح لهم.